الكنيسة أيضا أحاط بتسلطها خاصة الكنيسة الكاثوليكية، لكن الكثير من الباحثين يقول بأن ما وصل إليه المسلمون من اكتشاف كروية الأرض والاكتشافات العلمية المتعلقة بحركة الأرض والشمس والنجوم والكواكب أثر في العالمين اليهودي والنصراني، وأن كثيرا من الكهنة بل حتى ذكروا بعض البابوات كانوا يأخذون العلوم في هذه الحضارات من المسلمين أنفسهم، فما كانت الكنيسة بهذه الفكرة.